أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الإنساني في اليمن على ضوء تقارير الدولية. ملايين الأفواه الجائعة في اليمن بانتظار أن يلتفت العالم إليها ويخفف من معاناتها، هذا ما تقوله الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة العاملة في اليمن، حيث تمضي الفجوة الغذائية لتلتهم الملايين وتتسع الهوة بين ما تطلبه المنظمات الإغاثية وبين ما تقوم الدول المانحة بتوفيره للقضاء على مخاطر المجاعة التي تعصف حتى اللحظة بسبع محافظات على الأقل. الأمم المتحدة ناشدت المجتمع الدولي بتوفير ملياري دولار لمساعدة 12 مليون يمني من تخطي خطر المجاعة. نقف اليوم عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: الأول، إمكانية استجابة المانحين لمطالب الأمم المتحدة بتوفير مبالغ مالية لأعمال الإغاثة، والثاني، المشاكل التي تواجه أعمال الإغاثة على الأرض وتأثير غياب الحل السياسي على تفاقم الأوضاع الإنسانية. يوم تلو الآخر تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وفي ظل هذا التدهور ما تزال التقارير الدولية تصدر دوريا عن الواقع الأسود الذي عصف بالبلاد منذ الساعات الأولى لبدء الصراع المسلح. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوفنا. موجة جديدة من التقارير الإنسانية الصادرة عن منظمات أممية جميعها تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وانعكاسها على حياة المدنيين في بلد التهمته ألسنة الحرب. تتفاوت أرقام الضحايا واحتياجاتها من منظمة لأخرى، ففي حين طالبت الأمم المتحدة بتخصيص مليار دولار بشكل عاجل لمساعدة 12 مليون نازح، يتحدث برنامج الغذاء العالمي عن احتياجات لأكثر من 18 مليون شخص، بينهم 14 مليونا يعانون من أجل توفير الغذاء. وضع المدنيين العالقين في مناطق الصراع جعل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها البالغ من وضع المدنيين المحاصرين جراء المعارك الدائرة في مدينة المخا. ودعت اللجنة أطراف الصراع في اليمن إلى احترام قواعد الحرب والسعي إلى حماية المدنيين. وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في وقت سابق أن ما بين 20,000 إلى 30,000 مدني عالقون في المدينة، فيما استمرت تحذيرات منظمة أطباء بلا حدود من صعوبة عملية الحصول على الرعاية الصحية في تعز. وأوضحت المنظمة أن عددا قليلا جدا من المرافق الصحية في تعز ما زالت تعمل، فيما تخضع عملية الدخول والخروج إلى المدينة للقيود والمخاطر على المرضى والمنظمات الإنسانية على حد سواء. وأضافت بلا حدود أن معظم المرافق الطبية في تعز أغلقت أو باتت تعمل جزئيا. جملة من التحديات تواجه العمل الإنساني وتجعل أوضاع اليمنيين تزداد صعوبة مع مرور الأيام دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لحل سياسي مقبول على المدى القريب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ مع المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي سيدة ريم ندى التي تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. مرحبا بك سيدة ريم. مرحبا سيدة ريم. إذن الأمم المتحدة وشركائها في العمل الإنساني أطلقوا مناشدة لحاجتهم لملياري دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، ما هي أهم بنود خطة الاستجابة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة؟ نعم هذا صحيح. طبعا كما ذكر التقرير 18,000 شخص في 18 مليون شخص في اليمن. نعم. يعانون من الأضرار التي حلت عليهم جراء الصراع الدائر باليمن حاليا. نعم. طبعا اليمن لم يكن وضعه من أين نتحدث من الناحية الغذائية مثلا. اليمن لم يكن وضعه جيد جدا من ناحية وفرة في الغذاء أو ما إلى ذلك، ولكن الصراع الدائر منذ عام 2015 أدى إلى تدهور الأوضاع. فنحن وتفاقم. يعني التقرير الذي أطلقناه أو بصدد إطلاقه هناك يعني زيادة 50% في أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع مقارنة بأواخر عام 2014. بالنسبة للاحتياجات الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة اليوم، يحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى النصف تقريبا للوفاء نصف هذه
هذا المبلغ وهو يبلغ مليار دولار لبرنامج الأغذية العالمي فقط للوفاء بالتزامات تجاه 7 ملايين شخص في اليمن يحتاجون إلى إعانة غذائية عاجلة حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. وبالنسبة للاحتياجات الغذائية في اليمن بصورة عامة فهناك 17 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم الغذائي وهذه زيادة كبيرة زيادة بثلاثة ملايين مقارنة بالأرقام السابقة. برنامج الأغذية العالمي طبعا في العام الماضي شملت عمليات الإغاثة التابعة له 7 ملايين شخص حول اليمن، ولكن لضعف التمويل لم يكن البرنامج باستطاعة تقديم حصة غذائية كاملة للـ7 ملايين شخص الذين يساعدون غذائيا. وحتى نستطيع أن نوفر حصة غذائية كاملة تغطي احتياجات 7 ملايين شخص شهريا فنحن بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات تجاه العائلات اليمنية التي تعاني كثيرا. نعم سيدة ريم، هذه المبالغ التي تتحدثين عنها وأنتم بحاجتها لإنقاذ كل هذه الآلاف من الجوع في اليمن، هل تعتقدون أن باستطاعتكم جمع هذا المبلغ؟ وكيف تبدو الاستجابة الدولية في التعامل مع ملف الأزمة الإنسانية في اليمن؟ هو نحن على ثقة أن الدول المانحة سوف تهب المساعدة اليمن والعائلات اليمنية. هناك للأسف في الوضع الراهن في المنطقة هناك تسارع كبير في الاحتياجات، هناك أزمات تتصارع على التمويل في منطقتنا هنا، ولكن نأمل أن يلتفت المجتمع الدولي إلى اليمن الذي يعاني في صمت وكان دائما يعاني في صمت للأسف. فنحن نحاول أن نوصل صوت اليمن إلى البلدان نعم. المانحة التي نحن على ثقة أنها سوف تقوم لمساعدة نعم. اليمنيين. سيدة ريم، ولكن الأرقام على الواقع تقول عكس ذلك، المتوفر حتى الآن فقط 200 مليون وهنالك عجز، كيف يمكن حث هذه الدول المانحة على الاستجابة؟ نعم، ولهذا تم إطلاق مبادرة الاحتياجات الإنسانية اليوم في جنيف حتى تتعرف الحكومات المانحة على الاحتياجات المتزايدة والتي تزايدت في اليمن. فبرنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 200 مليون دولار زيادة عن الذي كان متوقع قبل ذلك حتى يستطيع الوفاء بالتزامات تجاه 7 ملايين شخص كما قلت وتوفير حصة غذائية كاملة لهم. ففي العام الماضي نظرا لعدم توفر التمويل الكافي لم يكن البرنامج باستطاعته توفير حصة غذائية كاملة، وبالرغم من أن هذا ساعد على عدم تدهور أو يعني على تأخير تدهور الوضع في اليمن، ولكن عدم استطاعة البرنامج توفير حصة غذائية لم يكن له مردود جيد على العائلات اليمنية، ولكن هذا بسبب نقص التمويل. نعم، إذن سيدة ريم، بجانب معضلة قصور التمويل هنالك معضلة أخرى لا تقل أهمية وهي إمكانية الوصول إلى مناطق الاحتياج. وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح تحدث في أكثر من مرة وفي آخر تصريح له بأنه لم يتمكن برنامج الغذاء العالمي من إيصال المساعدات التي حددها لقرى في مدينة تعز من الوصول إلى المحتاجين وتم احتجازها من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع، وأدان أو استغرب من صمت ممثل برنامج الغذاء العالمي في تعز.
كيف تتعاملون أنتم مع هذه المعضلة وهي عدم تمكن فرقكم من إيصال المساعدات إلى المحتاجين؟ هو التمكن من إيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن هو صعب ولكنه ليس مستحيلا. فبرنامج الأغذية العالمي نعم واجه صعوبات في خلال العام الماضي وفي نهاية العام الماضي كما ذكرت في الدخول إلى قاعد، ولكن تم التغلب على هذه الصعوبات وتم توزيع الجزء الأكبر من الأغذية التي كان من المتوقع أو من المفروض أنها تصل إلى صعيد، ولكن تم يعني عرقلت هذه قافلة الإغاثة. طبعا كما هو الوضع في أي منطقة بها صراع ملتهب يكون هناك صعوبات تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في هذه البلدان وهذه المناطق خاصة، ولكن كما ذكرت هي صعوبات يعني يمكن التغلب عليها. نعم. وكذلك يعني دائما برنامج الأغذية العالمي يناشد كل أطراف الصراع تسهيل مهمته الإنسانية، تنحية الصراع السياسي جانبا، ويعني وضع اليمنيين والعائلات اليمنية التي تعاني وضعهم في الأولوية وفي المقدمة. نعم، في هذه الحالة عندما يتم احتجاز المساعدات من قبل بعض أطراف الصراع، ما هي الخيارات أمام برنامج الغذاء للإفراج عنها، ولماذا لا يتم البحث عن طرق أخرى لإيصالها؟ برنامج الأغذية العالمي لأنه يعني كل الأطراف في اليمن العاملة على الأرض لتسهيل مهمته، فنحن في أغلب الأحيان ننتظر حتى يتم التسهيل لقافلاتنا بالمرور. ويعني بالنسبة لليمن الوضع الراهن في اليمن هو وضع نحن نمر على نقاط تفتيش كثيرة، ويعني نحن نسير آلاف الشاحنات شهريا. نعم. حول اليمن، فهو ليس وضع سهل أبدا. نعم. يعني حتى ولكن بالتأكيد أن لديكم استراتيجية للعمل في مناطق الصراع. نعم، ونحن عاملون فيها، فحتى يعني المناطق التي كان يصعب الوصول إليها في داخل مدينة تعز تمكن البرنامج الأغذية العالمي العام الماضي من الوصول إليها ويصل إليها باستمرار للوصول إلى الأشخاص الذين هم أكثر احتياجا خاصة في مدينة تعز. نعم سيدة ريما، ما زلت معي؟ نعم، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيدة ريم ندى. إذن ينضم إلينا الآن من تعز الأستاذ أمين الحيدي المدير التنفيذي لإئتلاف الإغاثة الإنسانية من تعز. مرحبا بك سيد أمين. أهلا كريمة. أستاذ أمين، مواجهات مشتعلة في العديد من جبهات تعز في الريف والمدينة، ينتج عنها كل يوم وضع مأساوي للمدنيين. كيف هي عملية الإغاثة في تعز؟ هل تغطى الاحتياجات المجتمعية هناك؟ في البداية أشكر الأخت الكريمة الأستاذة أمل علي، وأشكر ضيفتك الكريمة ممثلة برنامج الغذاء العالمي الأستاذة ريم ندى. أهلا بك. تقارير الربع الإنساني في تعز، حيث اتفقت المنظمات الدولية والإنسانية منذ شهر سبتمبر أو أكتوبر 2015 أن تعز هي مدينة منكوبة، وكذلك الحكومة اليمنية أعلنت أن تعز مدينة منكوبة. لكن وبعد مرور عامين من المأساة والوضع الإنساني المتردي على كل المستويات وكل المجالات منذ عام 2015 وإلى اليوم، ما زالت تعز تعاني الأمرين، على مستوى الانتهاكات التي ترتكب ضد الإنسان في تعز من القتل والاستهداف المباشر للمدنيين من النساء والأطفال والرجال، وكذلك الحصار المستمر على المدينة. نعم. من كل المنافذ ما عدا المنفذ الغربي. كذلك تدمير المنازل والمنشآت الخاصة والعامة وتهجير الأسر من منازلها بالقوة في عدة مديريات بالمحافظة، منها مديرية المدينة المتمثلة بمديرية صابة والمظفر والقاهرة، وكذلك مديرية صبر المعادم ومشرع والمصراخ
وتبعها مديريات الوازعية والصل وجبل حبشي وحيفان والتعزية والمخا حاليا. تخيلي أختي الكريمة أن هذه الأسر المهجرة تعيش سنتين في مراكز إيواء ومدارس عند أسر مضيفة. تعيش يعني مأساة. وهذه الأسر كذلك خاصة في الوازعية والمخا نزحت وهجرت إلى العراء. يعني زرنا بعض الأسر في الوازعية وجدناها لا تجد مأوى. هم يفترشوا الأرض ويلتحموا السماء، وبعضها اعتمدت على الأشجار وأوراق الأشجار في أكلها. نعم. كذلك بعض المنظمات الشبابية هذه الأسر وأصدرت تقارير عن هذه الزيارات. لكن نحن ناشدنا كل المنظمات الدولية أن تنقذ هذه المديريات أو هذه الأسر. السؤال أستاذ أمين، هل حدثت استجابة لهذه المناشدات؟ هل تم تغطية هذه الاحتياجات؟ طبعا يا أختي، أنا أقول لك الآن أصبحنا لا نطالب اليوم في الكهرباء والتعليم والنظافة والتحسين، مع أنها متوقفة منذ سنتين. أصبحنا نطالب بالغذاء والدواء الهامين الأساسيين للمدينة. ما نفذ يا أختي الكريمة على مستوى المحافظة لا يساوي أو لا يمثل 30% من الاحتياج. نعم. إذن اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى سيدة ريم. نعم سيد أمين، عفواً اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى سيدة ريم. نفذ 9500 سلة غذائية في تعز. تفضل. هل 9500 سلة نفذها مركز برنامج غذاء العالمي في تعز يكفي للمضطرين والنازحين والأسر المهجرة قسرياً؟ احتياج المدينة، احتياج المحافظة شهريا 500,000 سلة غذائية. نعم. طبعا هذا جانب الدواء، هذا جانب الغذاء. مستشفيات المدينة أكبر مستشفى في تعز وعليه مستشفى الثورة أعلن أنه سيغلق موظفوه منذ أكثر من شهر، وهم يعملون أو ينفذون وقفات احتجاجية ونداءات استغاثة للمنظمة الإنسانية لإنقاذ المستشفى، لكن لا حياة لمن تنادي. بقية المستشفيات المدينة متوقفة. الأمراض المزمنة مثل أمراض السرطان والكبد والكلى ومنذ سنتين وهم لا يعالجون. إذا سيد أمين، الأمراض هل تسمعني سيد أمين؟ فتكت بالإنسان. نعم سيد أمين، اسمح لي أن أنقل هذه النقطة إلى السيدة ريم ندى، لقد عودنا الاتصال بها. مرحبا بك مجددا سيدة ريم، لعلك استمعت إلى السيد أمين الحيدي وهو المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، تحدث أن ما يصل إلى تعز لا يمثل إلا أقل من 30% من الاحتياج الأساسي للمدينة. كنت تتحدثين عن استراتيجية عمل برنامج الغذاء في مناطق الصراع. نعم، هو أنا لم أسمع حديثه للأسف لأن كان انقطع الاتصال، ولكن برنامج الأغذية العالمي يولي الأولوية إلى العائلات الأكثر احتياجا. فكما ذكرت لك هناك 17 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الغذائية، ولكن برنامج الأغذية العالمي يولي الأولوية للأشخاص والفئات الأكثر ضعفا. نعم. وخاصة العائلات الذين لديهم أطفال دون سن الخمس سنوات، وهم معرضون أكثر إلى سوء التغذية الحاد، وهو طبعا كما يعني يعرف الكثيرون هو يفتح الباب لأمراض كثيرة ويكون يعني سبب من أسباب الوفاة بسبب الأمراض التي يكون الشخص عرضة لها نظرا لضعف المناعة بسبب سوء التغذية. فكما ذكرت برنامج الأغذية العالمي يساعد 7 ملايين شخص حول اليمن كله. سيدة ريم، إذا تحدثنا عن مدينة تعز، المدينة المحاصرة المكتظة بالسكان التي تعاني من وضع إنساني صعب، كما قلت لك كان معي أمين هو في ائتلاف الإغاثة الإنسانية تحدث عن مستوى إنساني متدهور، كيف هو عمل برنامج الغذاء العالمي في مدينة تعز؟ ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهونها في عملكم في هذه المدينة؟ وما هي نسبة المساعدات التي تصل للمحتاجين؟
نحن نعمل في مدينة تعز من خلال شركائنا المحليين الذين يساعدوننا في توزيع المساعدات الغذائية في داخل المدينة. نحن نصل إلى يعني عشرات الآلاف من الأشخاص كل شهر في داخل مدينة تعز. كما تحدثنا يعني من قبل عن صعوبات الوصول، هي صعوبات تواجه البرنامج وتواجه العاملين بالإغاثة في اليمن، ولكنها ليست كما ذكرت ليست معوقة مستحيلة. هي يعني لا تستحيل الإغاثة بسبب هذه المعوقات، ولكن هي قد تؤخر من عملنا، قد يعني تشكل صعوبة لنا، ولكن هي صعوبات يمكن وتم التغلب عليها في الشهور الماضية. نعم، زي دريم، أكثر كما ذكرتي من 18 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات، منهم قرابة 12 مليون يتهددهم خطر المجاعة. كيف سيبدو الوضع في حال لم يتم تحقيق هذه الخطة، أن تحقق هذه الخطة أهدافها، خطة الاستجابة التي أطلقتها الأمم المتحدة؟ نحن نأمل أن تحقق هذه الخطة أهدافها، لأن هو صحة وحياة ملايين اليمنيين وملايين الأطفال. دعيني أوضح لك أن الشخص الذي يصل إلى سوء التغذية الحاد يعني هي شيء لا يمكن علاجه. برنامج الأغذية العالمي يعنى بمعالجة و الحد من سوء التغذية المتوسط حتى لا يصل الأطفال والأمهات إلى مرحلة سوء التغذية الحاد. تفضل. إذن سيدة ريم ندى، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، شكرا جزيلا لك ولسعة صدرك ولتعاونك وتجاوبك الدائم معنا، شكرا جزيلا لك. إذن عودة إليك أستاذ أمين الحيدري، المدير التنفيذي لإئتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز. سيد أمين، لعلك استمعت لحديث ريم ندى أنهم يواجهون معوقات في إيصال المساعدات إلى تعز، ولكنها كما تقول ليست معوقات مستحيلة، وأن هنالك إغاثة تصل إلى المحتاجين في المدينة. طبعا يا أختي، بالنسبة لتوضيح برنامج الغذاء العالمي، ومنذ عام 2015 كانت تصل قوافلهم إلى المنافذ التي لا تستطيع الدخول إلى المدينة، الحوبان ومناطق التعزية والرويعي، كانت توزع بدون أن تدخل المناطق المحاصرة، بحجة أنه لا يوجد منفذ للدخول إلى المدينة. منذ منتصف أغسطس 2016 إلى اليوم، والمنفذ بعد كسر الحصار جزئيا، المنفذ الغربي، نحن أبلغنا الإخوة في برنامج الغذاء العالمي وعبر رسائل ومناشدات أن هذا المنفذ مفتوح. لماذا لا تدخل هذه القوافل الغذائية عن طريق هذا المنفذ؟ لماذا ما زلنا إلى الشهر الماضي وهي تصل إلى الحوبان والربيعي وتحتجز 64 قاطرة غذائية كانت تواصل لتعز؟ هناك تجاهل ربما يكون مقصود أو غير مقصود، لا نعرف. نحن ما زلنا إلى اليوم نناشد جميع المنظمات الدولية والإنسانية، منها برنامج الغذاء العالمي، ومنها الفوضي السامي لشؤون اللاجئين. طبعا ما قدموا، أكرر أنه ما قدموا برنامج الغذاء العالمي للمدينة 9500 سلة غذائية فقط في شهر فبراير ومارس وإبريل 2016. ما قدمته المفوض السامي لشؤون اللاجئين لتعز 11000 حالة إيوائية فقط. غير ذلك كان الدعم من منظمات إقليمية خليجية وغير دولية. إذا السيد أمين الحيدري، المدير التنفيذي لإئتلاف الإغاثة الإنسانية من تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى الأستاذ محمد الأسعدي، المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن، الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس. مرحبا بك سيد محمد. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا بك أستاذ محمد. تقارير دولية كثيرة عن واقع التدهور الإنساني في اليمن، كيف ترون أنتم لهذا التفاقم في ظل الحرب التي تدخل عامها الثالث؟ كيف تتعامل المنظمات الدولية مع هذا الواقع المتدهور؟
دعيني أقول أن الوضع الإنساني في اليمن بالحقيقة أصبح أمرا لا يحتمل. هناك تدهور يستمر يوما بعد آخر، خصوصا أن الحرب مستمرة والوضع الاقتصادي متدهور وشبه متوقف، حالة من الاحتياج المتزايدة يوما بعد آخر بسبب عدم وصول المرتبات لكثير من مناطق اليمن، عدم قدرة الحكومة على دفع النفقات التشغيلية للمرافق الخدمية خصوصا قطاع الصحة والتعليم وغيرها. هناك أيضا تراجع كبير في خدمات المياه والإصلاح البيئي، وهذه لها تبعات على المستوى المعيشي والمستوى اليومي الذي يؤدي إلى مخاطر كبيرة تلحق بالأطفال وبالأسر وبالنساء وخصوصا الحوامل والمرضعات. إحنا نتحدث فعلا عن واقع صعب، هناك 18 مليون ويزيد من المواطنين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، على الأقل 10 مليون طفل من هؤلاء من الأطفال. هناك حاجة ماسة كبيرة للمياه وخصوصا في المناطق الريفية والمناطق التي تشهد حصار وتشهد مواجهات مسلحة مثل تعز، وهذه أزمة مزمنة أضافت أتت الحرب وزادت من وضع السوء. هناك احتياج لأكثر من 462 ألف طفل مصابين أو عرضة لمخاطر سوء التغذية الحاد الوخيم المميت، بحاجة إلى مساعدات غذائية وتدخلات عاجلة لإنقاذ حياتهم. هناك أكثر من 4.5 مليون طفل تحت سن الخامسة بحاجة إلى لقاحات وبحاجة إلى سواء كان ضد شلل الأطفال أو ضد الأمراض الستة القاتلة. اليونيسف استطاعت مع العمل مع الجهات الرسمية والمانحين ومنظمات الصحة العالمية ومنظمات أخرى تقديم الدعم للأطفال والحفاظ على المستويات على الأقل التي تبقي دعنا أقول تبقي الناس تبقي كثير من الأطفال على قيد الحياة. نعم. لكن هل الجهود هذه كافية؟ بالتأكيد الجهود اللي قمنا بها ليست كافية، نحن بحاجة إلى مزيد من التمويل، بحاجة إلى مزيد من القدرات المحلية سواء كانت لدى الشركاء في الجهات الرسمية أو الشركاء في منظمات المجتمع المدني. سيد محمد، بالحديث عن التمويل، ما هو سبب ضعف الاستجابة؟ لماذا لا يتم تمويل هذه المنظمات لإغاثة اليمن إن كانت جميع الدول سواء الخليجية أو الدولية هي الراعية للحل في اليمن وهي بالتالي مسؤولة عن هذا الوضع الإنساني المتدهور؟ دعيني أقول لك هناك أوجه عدة للأزمة اليمنية. أولا الأزمة اليمنية أزمة منسية ليست في الإعلام العالمي، ليست لا تلاقي الاهتمام الكافي من وسائل الإعلام العالمية ووسائل الإعلام الرسمية المحلية في الغالب إلا ما ندر تستعمل على تغيير هذا الوضع الإنساني لأغراض سياسية والاحتراب بالإنسان. اثنين، هناك أيضا شح في التمويل. التمويل الذي حصلنا عليه أو حصلت عليه المنظمات الإنسانية لا يتجاوز 60% من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، وهذا يعني أن هناك عدم قدرة للوصول ل 60% من المستهدفين، والمستهدفين من المواطنين هم أصلا أقل من المحتاجين. نعم. فبالتالي معناته أننا استطعنا أن نصل لعدد أقل من العدد المستهدف، وبالتالي نحن لم نصل لكل المحتاجين أولا. ثانيا، الحرب مستمرة، الصراع مستمر في مناطق لا نستطيع الوصول إليها بشكل منتظم وإيصال المساعدات المطلوبة للمحتاجين بالوقت والزمان والمكان المناسب التي بحسب حاجة الناس. التحديات موجودة، تحديات على الأرض، تحديات تمويلية، تحديات عدم قدرة الوصول للناس في بعض المناطق، وإن وصلنا لهم نصل إما متأخرين أو نصل مرة واحدة وننتظر مرات أخرى حتى نستطيع الوصول ونحاول مجددا لإيصال المساعدات. المسألة تحتاج إلى حلول طويلة المدى. أولا اتفاق سلام يمكن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية تقديم المساعدات. ثانيا، توفير الدعم اللازم سواء تمويل أو قدرات بشرية للاستجابة الإنسانية. وثالثا، إيجاد سبل تضمن عدم انتكاسة هذه الأوضاع، لأننا لو قدمنا معالجات للإنسانية الآن ومعالجات إغاثية الآن واستمرت الحرب ستحدث انتكاسة ويعود الوضع على ما كان عليه. نعم. بل ويسوء. شكرا جزيلا أستاذ محمد، انتهى وقت الحلقة. الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث.
لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأشكر ضيوفي. كان معي من باريس محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف في اليمن، ومن القاهرة ريم ندى المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، ومن تعز أمين الحيدري المدير التنفيذي لإئتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد عبد المغني. نلقاكم على خير.